مساء الخير، معاكم في حلقة جديدة من برنامج البداية من عندك. برحب بضيوفي وبرحب بزميلتي روان رشدي ومعاكم يارا محمد، وبرحب بالميك اب ارتست اللي معانا والموديل الجديدة. فاحنا بداية حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الجمال وعن ازاي الميك اب ارتست وحتة الميك اب ازاي نقدر نحطه وهنقدر نستفاد منه ازاي. فبالتالي احنا حابين نفيدكم في الحلقة دي وان شاء الله تعجبكم. طيب انا اسألك اول سؤال، ايه اللي شايفاه ميك اب كويس قوي ان الناس تستخدمه؟ ما نتكلمش بقى على برودكت او كده، بس هي مجرد بس ان ايه نشوف الحاجات اللي تستخدميها ايه النهارده معانا. اوكي، اللي هعمله معانا النهارده هو ميك اب يومي لكل بنت نازله الجامعه، عندك مشوار، شغل، اي حاجه. تمام. فانت محتاجه حاجه خفيفه ومحتاجه حاجه تكون بارده شكلك، مش تكوني شكلك اوفر. طبعا. فدوت اللي انت هتعوزيه. حاجات معينه بتستخدميها زي الفاونديشنات مثلا، ما ينفعش تكوني انت رايحه الجامعه او نازله مشوار بالنهار وحاطه حاجه فول كفر، لا، لازم يكون كفر بتاعها خفيف. لازم تكون مبينه ملامح وشك الطبيعيه. طبعا. فهو دوت اللي هيتم. طب احكي لنا، طيب كده انت الميك اب ارتست بالنسبه لك كهوايه ولا هو كمجرد ان هو كشغل بالنسبه لك اكتر؟ هو كان في البدايه هوايه، وبعدين انا دخلت في مجال الشغل. طب بداتي ازاي كده؟ من اليوتيوب. اوكي. كنت قاعده فتره، يعني انا بادئه في المجال بقالي فتره قليله جدا. تمام. شهور. حضرتك طب بداتي فيه مثلا بكورسات ولا هو اليوتيوب؟ لا، هو اليوتيوب يعني. كل تيتوريالز الميك اب كنت يعني حباه يعني؟ انا كنت بتفرج على فيديوز، عجبني النظام الميك اب نفسه اللي بيتعمل، عجبني اللي بيعملوه. ايوه. فحبيت ان انا عايزه كده، دوت اللي انا عايزاه. طب انتقدك قبل كده مثلا، او لقيتي مثلا ردود فعل سخيفه حصلت معاكي وانت ابتديتي بقى كبدايه ميك اب ارتست كشغل بقى وكده؟ اكيد طبعا، كل حاجه ليها بدايه، دايما في انتقادات، دايما في ناس بتحطمك، دايما شايفه نفسك ما بين الناس. ايه انت شايفه انت بتعملي ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه العك ده؟ حاجات. أيوة كده. أيوة. طب ده احبطك ولا ما احبطكيش؟ الناس كلها عندها اداء. دايما بقول كده، لو ما وراكش اداء يعني انت ما بتعملش حاجه. أيوة. وخلاكي الموضوع ان انت تنجحي اكتر وتشتغلي على نفسك. فعلا هو اللي خلاني اشتغل على نفسي اكتر. ايوه تمام. طب ايه هتورينا دلوقتي على حاجه، على الموديل؟ تمام. اول حاجه، لو انت هتحطي ميك اب انت محتاجه تكون دايما بشرتك نظيفه، ما ينفعش تكون وشك كله حبوب، وشك كله فيه قشور، وعايز تحطي ميك اب ويطلع بيرفكت زي ما بتشوفي في الصور. لان طبعا معروف ان الصور 50% منها اتقلت. فانت بتشوفي مثلا ميك اب وعايزه تقلديه وتيجي تعمليه تقولي ليه ما طلعش شبهه، اوريدي لانك انت مش مهتمه ببشرتك، اوريدي لانك انت في خطوات معينه ما عملتهاش زي الترطيب. يعني انا اول حاجه هعملها مثلا مع الموديل، انا هرطب لها بشرتها باي نوع مرطب عندك انت بتحبيه يكون مناسب طبعا للبشره بتاعتك. طب ما فيش انها ممكن يعني عشان الحبوب دي انها تحاول مثلا انها تخفيها او كده، في طريقه معينه غير بعد الترطيب مثلا ممكن تعملها؟ هي المسامات فقط لا غير. الميك اب ما بيخفيش ولا حبوب ولا بيخفي خطوط. أوكي. بيخفي مسامات فقط باستخدام البرايمر، وهنستخدمه دلوقتي. رؤوس سودا ما بيخفيهاش. الحاجات دي بتبقى محتاجه انك انت تكوني دايما معوده نفسك على روتين لبشرتك. طبعا تعرفي نوع بشرتك ايه هو، يعني في ثلاث انواع للبشره، البشره العاديه، المختلطه والجافه. لازم كل بشره، وفي البشره الدهنيه بس دي بنسبه قليله، لازم كل بشره ليها روتين معين. ما تجيش تروحي تتفرجي على حاجه مثلا شفتيها على اليوتيوب او على التيك توك وتقولي انا هعمل كده، لا مش تنفع. بس في ناس كتير يعني بتشوف ان الحبوب بتاعت البشره بتظهر بسبب الميك اب وكده، فانت رايك ان هو بسبب الميك اب ولا دي بسبب الشمس وعوامل الجو بقى وكده؟ لا، هي بسبب كذا عوامل مش الميك اب بس. أوكي. في كذا حاجه ممكن تظهر لك الميك اب اللي هو السيء، اللي هي اقل حاجه. انت اكيد طبعا معروف ان البراندات النظيفه والحاجات الغاليه هي اللي مش هتبوظ لك بشرتك، لان هي اوريدي معتمده من وزاره الصحه وأوريدي مستخدمين فيها يعني حاجات طبيعيه. يعني انت شايفه ان البراند الكبيره بتبقى احسن كتير من الحاجات اللوكال؟ مش بس البراند الكبيره، ما في براند كبير ومشهور جدا وبرده فيه عيوب، مش عيوب للبشره، عيوب للميك اب نفسه، للبرودكت نفسه. لكن في براندات دلوقتي طبعا بدون ذكر اسماء اكيد، يعني وزاره الصحه خلاص سجلتها مؤخرا. معنى كده ان احنا كنا الاول مفكرين ان هي مش كويسه وطلعت حلوه، وطبعا اسعار كويسه، لان معروف طبعا ان اسعار الميك اب الاوريجينال غاليه جدا. أكيد. ومش متوفره للجميع. فانت مش شرط ان انت تجيبي كوبي او تجيبي اي حاجه مش كويسه عشان خاطر تقولي ده متوفر عندي، لا، في اوريجينال متوفر عندك بس باسعار كويسه جدا. طب انت شايفه ايه يعني اللي ممكن يتجاب رخيص وكل ست بيت تقدر تجيبه؟
يعني كالميك اب بالحاجات الرخيصه؟ هو انت مثلا لو هتستخدمي ميك اب يومي فانت اول حاجه عايزاها مرطب لوشك، ده طبيعي. تمام. محتاجه برايمر عشان خاطر تقفلي المسامات، الحاجات اللي ممكن تجيب رخيصه شايفاها ممكن تنفع. اي بيبي كريم عندك؟ تمام. الكونسيلر لو انت عندك هالات، يعني في بنات تيجي تعمل ميك اب تقول لك اساسي انا لازم احط كونسيلر، ده لا ده خطوه اساسيه. لا هي مش خطوه بحس اساسيه. بحس ان الكونسيلر ده لما بيجي يتحط تحت العين بيعمل خطوط كده وبيبان الموضوع مش طبيعي خالص. ده بسبب ان انت مش مهيئه البشره لكده. يعني اول حاجه انت لازم تعمليها ترطيب بشرتك، فبالتالي الميك اب لما بيشرب الترطيب بيهيئ بشرتك للميك اب، ما يكونش فيه خطوط. البرايمر اللي بتحطيه عشان يقفل لك المسامات فما تحسيش ان الميك اب نفسه محقفر او مغير بمعنى اصح. اه طيب. انا دلوقتي مثلا عندي هالات سودا، اقدر ازاي اخفيها وبس في نفس الوقت البرودكت اللي استعمله ما يغيرش مثلا تحت العين؟ اعمل ايه؟ اما بتيجي تستخدمي الكونسيلر الاستخدام الخاطئ ليه انك انت تاخدي نوع كونسيلر واحد فاتح زي ما بيقول لك بينور وحطه، لا مفيش الكلام دوت، ولا الكوركتور ليه لازمه صراحه خالص، ده موجود مجرد شو. لا انت بتستخدمي ثلاث درجات من الكونسيلر، درجه بتكون غامقه بحيث ان هي بتخفي الغبائل اللي تحت عينيكي، ودرجه بتكون نفس درجتك بالظبط ودرجه فاتحه، ده لو انت الهالات عندك صعبه. معلش يا اميه هستاذنك، انت ممكن تقولي لنا السبراي اللي انت استعملتيه في؟ تمام. ده بديل فيكس بلس بتاعك. ناس كتير قوي بيقولوا انه احسن استخدام احسن فيكس بلس استخدمناه هو ماك، بس طبعا هو سعره غالي جدا، فانت بتعملي البديل بتاعه. ده بيعمل ايه بقى قبل ما بتحاولي؟ اول حاجه دوت بتستخدمي كذا استخدام، هو بيخلي الميك اب كله ده سيم حاجه واحده، بعد ما بتخلصي الباودر بيخفي شكل الباودر من على الوش، بيخلي الميك اب والباودر شيء واحد، بيقولوا عليها كيكه، بيخلي وشك عامل زي الكيكه. اما بتيجي تستخدمي الاسبونج بتاعه الدمج، ده احسن ما انك تغسليها، دوت هو عباره عن جليسرين ومايت وورد. اوكي. بترشي كده فما بيأثرش على العين، ما بيأثرش على الوش تماما، جليسرين ولا تحت العين لان الحته دي حساسه جدا. الصيدليه مش حاجه من اي حته برده، وكمان ميه ورد، طبعا ميه ورد معروفه جدا انك تستخدمها كتون للبشره، فدي حاجه حلوه جدا، وكمان بيساعدك في الدمج بتاع اي حاجه كريمي صعبه، وفي نفس الوقت بيساعدك في انك انت لو عندك مثلا باودر خفيفه مش مديه لون قوي، انت بس بترشي على البراش بتاعتك وهي بتقوي اللون بتاعها، غير كده ما بيعملش. طيب. يعني يعتبر بتعرفي توفقي من العرايس الوانهم وكده بشرتهم، تعرفي توفقي على طول؟ اكيد طبعا. بصي انا قبل ما تعملي مثلا لو طيب ممكن تقولي لنا بتحطي ايه بالظبط؟ تمام اوكي. انا هستخدم لها فاونديشن، هو عباره عن بيبي فاونديشن، يعني الكفر بتاعه خفيف جدا استخدام يومي. بس يعني ازاي بتعرفي توفقي؟ بيبقى معاكي عندك كل الالوان ولا بتعرفي بقى توفقي ازاي ما بين بشرتهم؟ طبيعي لو انت هتبداي شغل لازم تجيبي كل حاجه، لو انا مثلا للشغل مش للاستخدام اليومي انا بجيب درجات الفاونديشن الثلاث درجات المعروفين، درجه فاتحه في حيث ان البنت طلعت اللي هي الدرجه اللي بتكون الابيض خالص ديت، او درجه غامقه سمراء، او درجه صفراء عشان تنفع مع الكل ومع القمحويه، لان القمحويه ما بتحطلهاش غير درجه صفراء. ايوه ايوه صح. تمام. الكونسيلر المعروف انك انت تجيبي درجه للتفتيح ودرجه غامقه ودرجه، طبعا هتقولي نفس نوع بشرتي، لا ما انا مش هجيب لكل البشرات اللي عندي، فانا عايزه درجه فاتحه ودرجه غامقه. الدرجه الفاتحه اعمل بيها اللايت، الدرجه الغامقه عشان لو واحده عندها هالات سودا قويه اقدر ان انا اخفيها بيها، ودرجه صفراء دي للاضاءه، بتعمل الاضاءه الفاونديشن الاصفر، الدرجه الصفراء دي بتكون الى حد ما للتصوير. يعني انت تطلعي قدام كاميرا فانت عايزه وشك يكون فيه اضاءه، فانت عايزه اي فاونديشن اصفر. طيب. الاصفر هو اللي بيكون مناسب للاضاءه. معلش يا امنيه، هو انت دلوقتي بتعملي لها ميك اب، الميك اب ده تقدر انها تظهر بيه في حاجات كتير يعني عملي جدا ليها انها تظهر بيه عملي جدا، وكمان هقول لك ازاي تحولي الميك اب العادي دوت لصور مدرسه؟ لا مش مدرسة اكيد، مفيش مدرسة اكيد. اه جامعة، خروجة، لو عندها فرح ينفع هنحوله من عادي لسواري. تحوليه لسواري؟ اه بخطوة واحدة بس بالاشياء. اوكي تمام. طب ايه الالوان الاي شادو اللي ممكن تكون متوفرة ومن غير دمج كتير وتبقى سهلة على كل ست مصرية؟ كل الوان النودات، البنكات، والبنيات. الالوانات ديت هي اللي بتليق على كل حاجه، وفي نفس الوقت بقى سهله في الدمج. حته الدمج دي ما لهاش علاقه باللون، هي ليها علاقه باستخدامك انت، انك انت تشوفي توتوريالز كتير جدا على اليوتيوب ازاي بدمج الفاونديشن. انت هتلاقي في التوتوريالز دايما بتبحثي مثلا تعليمي هتلاقيها بتقول لك ارخص حاجات تقدري تجيبيها مثلا للاستخدام الشخصي. هي الميك اب ارتست دايما بتشوف الحاجه اللي هي البراند كويس، وفي نفس الوقت تكون سعرها قليل مش كتير، بحيث ان هي تساعدك انك انت تستخدميها. طيب تحبي تنصحي البنات بايه وهم بيفردوا الفاونديشن على بشرتهم؟ يفردوا بيه احسن
اول حاجه اي نوع فاونديشن كفر عالي كفر خفيف معروف ان البراش بتفرد والسبونج بتشرب الزياده. فانت اول حاجه بتعمليها بتستخدمي اي براش فلات عندك عشان انت تفردي الفاونديشن على وشك كله عشان ما يبقاش في حته فيها وحته لا. وبعدين البراش اللي هي المنفوشه لو هتستخدمي البيبي كريم ما ينفعش معاها سبونج لان هي هتشربه والبيبي كريم ده خفيف. لكن لو هتستخدمي فاونديشن كفر عالي فانت ممكن تستخدمي السبونج تشيلك الزيادات بعد ما توزعي الفاونديشن عليه. طب ايه الالوان الكويسه للبشرات الفاتحه والغامقه كروج بقى وكده معاكي؟ بصي انا لما مثلا باجي اعمل العروسه او حاجه اول حاجه بسالها بقول لها انت عايزه ايه، انت عايزه تعملي ايه؟ فبتقول لي انا عايزه مثلا عايزه روج احمر وعايزه اكون بلمع. فبقول لها ماشي انا هوريكي حاجه على صوره مثلا لبنت. دايما بتلاقي على النت مقارنات ما بين الميك اب الحلو والميك اب الوحش. أيوة فبوريها بس ده هيبقى شكلك، انت عايزه شكلك يبقى عامل كده. طيب فالالوانات اللي بتكون لايقه جدا على البشره الفاتحه على العموم الكشميرات كلها اكيد، الالوانات اللي هي النودات والحاجات المات. طب والبشره السمراء اللون الاحمر بيظهرها جدا. درجات الاحمر ولا الاحمر الصارخ؟ الاحمر الصارخ. الموف اوكي. درجات من البنيات معينه، درجات معينه من البنيات لما بتتحط مع الفون ميك اب، ما انت ممكن تحطي الليبستيك على شفايفك وتحسي انه شكله مش لطيف قوي عشان انت مش عامله ميك اب، لكن تعالي كده لما بتحطيه مع الفول ميك اب شكله بيظهر بمعنى اصح. بس فعلى اساسه انت بتحددي اللون. وذا سيم برضه في الفاونديشن، انت ازاي بتختاري الدرجه المناسبه ليكي. طيب دلوقتي جات لك مثلا عروسه او جات لك حد حطيتي له ميك اب واوريدي هو بيختار الوان هي مش لايقه على بشرته، بتحاولي ان انت تختاري له الوان من ذوقك انت ولا بتسيبيه هو يختار الالوان واوريدي بتطبقيها عليه؟ انا بسيبها تختار الالوان عشان ما بقاش الناس مجبرتها على حاجه وتيجي في الاخر تقولي مش عاجبني. لا انت اختاري الالوان وانا هوريكي صور يعني قريبه من الالوان دي واقول لك ده هيطلع شكلك، ده هيبقى انت عامله كده. ممكن انا اقول لك رايي ان هو مش هيليق. في ناس بتصمم تقول لك لا انا عايزه كده، فبشيل طبعا مسؤوليتي الكامله. انا شايله مسؤوليتي لو الميك اب ما عجبكيش. طب بتعملي لهم في الاول زي ريفال كده للميك اب قبل ما بيظهروا بيه قدام الناس ولا على طول اللي هو الفينش بتاع الميك اب؟ بعد ما تخلصي الميك اب على طول. انا لازم مثلا لو هعمل عروسه او لاي حاجه على العموم لازم يكون لي وقتي ان انا اقدر اصورها طبعا واقدر ان انا اوري لها شكلها واقدر ان هي تشوف لو حابه تغير اي حاجه يكون لي متوفر لي وقت كتير. فانا بعد ما بخلص الميك اب بتشوف نفسها في المرايه، بتشوف نفسها في التصوير، عجبها تمام بتطلع، ما عجبهاش بنبدا ان احنا نغير. طب ايه الالوان الاي شادو اللي دايما بيتطلب منك كالعروسه حاليا يعني في الموضه هنا دلوقتي؟ ليه البينك تقول انا عايزه لون بينك؟ واللي طالع دلوقتي النودات كلها، كل نود انا عايزه ابقى شكلي زي في الصوره دي. هي ما بتقولش انا عايزه نود او تقول انا عايزه بينك، هي بتجيب صوره وتقول لك انا عايزه ابقى زيها. صح. طيب بتنصحي البنات مثلا دلوقتي انها تبتدي تحط ميك اب لو هي حابه انها وشغوفه بحته الميك اب دي تحطه امتى؟ وايه السن الكويس بالنسبه لها ان بشرتها ما تتعرضش لاثار سلبيه كتيره؟ سن مناسب للميك اب اكيد من بعد دخولك الجامعه. قبل كده انا ما بنصحش اي بنت تقول ميك اب. بشوف على التيك توك دايما بيقول لك انا عايزه احط ميك اب وانا عندي 13 سنه. لا ما ينفعش. طب ولو بنت جات لك دلوقتي مثلا وقالت لك حطي لي ميك اب عشان انا عايزه احط ميك اب، فانت كده بتشيلي مسؤوليتها الكامله في حته انها مش ده سنها القانوني انها تحط ميك اب؟ مسؤوليه الاهل. ما انا اكيد مش هتجيلي بنت دافعه فلوس الا اهلها موجودين. فانا بقول لمامتها بنتك مثلا لسه سنها صغير حرام ان هي تبوظ وشها دلوقتي بالميك اب، انت شايله المسؤوليه. تقول لك اوكي خلاص أوكي. الام هي اللي شايله المسؤوليه مش مشكلتي. هتقول لك لا مثلا انا مش شايله مسؤوليه مش هقدر اعملها. ايوه تمام. انت ايه اللي بتحطيه دلوقتي؟ دوت اللوز باودر اللي هي بتثبتي بيها كل الكريم اللي انا حاطاه على الوش. في الشتاء مبدئيا التثبيت مش ضروري قوي لان احنا الجو ساقع والميك اب مش بيسيح. بس في الصيف لو ما ثبتتيش الميك اب اكيد بيسيح. طب هي فيها الوان ولا هي بتبقى اللوز باودر بتكون درجات يا اما درجات الفاونديشن اللي انت جايباها يا اما الدرجه البيضاء اللي حاطاها دلوقتي اللي هي الشفافه. دي الشفافه دي مناسبه مثلا لاي ميك اب انت خلاص حطها شفافه مش هتبان. هي بتبقى بيضاء اول ما بتحطيها ماشيه من على الوش بتبقى شفافه. طيب بتنصحي البنات انها تحط ميك اب في الصيف ولا الشتاء افضل؟
مش هتفرق بقى في الصيف ولا الشتاء، انا مثلا لو عندي مناسبه او حاجه زي كده. بس الصيف درجه الحراره بتاعت الشمس بتبقى عاليه وانت في ايدك ان انت تثبتي الميك اب بيأثر. انت عارفه ايه اللي بيثبت الميك اب، فبالتالي انت في الصيف لا مش في التثبيت، في حته ان الميك اب بيأثر اكتر تعرضا للميك اب بيأثر في الصيف او الشتاء. اه بس الصيف بيبقى درجه بس الحراره، بس الصيف بتبقى درجه الحراره اعلى فطبعا التاثير بيبقى اكتر اكيد. بس ومش بنصح انك انت تحطي ميك اب كل يوم خالص خالص اكيد. يعني الميك اب دوت للضروره القصوى، اللي هو انت راحه فرح، اللي هو انت مثلا عندك اي مناسبه فانت محتاجه انك انت تحطي ميك اب، غير كده لا. بس طب بيبقى في رسومات حواجب ساعات العرايس بيحبوا اللي يعني طالعه دلوقتي اللي هي الشعره، انا عارفه ده صح، بس الافضل انت شايفه ان لون الحواجب يبقى نفس لون الشعر ولا لا؟ مش طبعاً. مش شرط طبعا، لانك انت لو بشعرك عروسه مش محجبه، فانت محتاجه انك انت ما يكونش يكون الشكل ده متطابق على بعضه. ايوه صح، ما يكونش الشكل هنا حاجه وهنا حاجه شكلها رخمه قوي، بيبقى بشع. لكن برضو لو انت بشعرك، في عرايس بشعرها كتير جدا بتبقى محتاجه ان هي تبين شعرها، برضو محتاجه ان يكون حواجبك كده، حتى لو هتغطيها بتبقى شكلها كمان حلو. الحواجب اللي هي الواقفه بقى دلوقتي بتستخدمي لها صابونه اللي هي بتاعت الجليسرين او صابونه حواجب، طبعا صابونه الجليسرين هي البديل الارخص لصابونه الحواجب. كويس انك بتقولي لنا برضو بدايل رخيصه. بتبداي انك انت تسرحي بيها الحاجب لفوق كده، يا اما بفرشه سبولي بتاعت الحواجب، يا اما بفرشه فلات زي دي، باخد الصابونه كده وابدا ان انا بدوس على الحاجب لفوق كده فالشعر بيقف بالطريقه دي. الشعر وقف، وابدا ان ارسم الحواجب شعره 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 شعره. بحتاج ان انا فرشه حواجب تكون رفيعه والباودر الحواجب بتاعي، وابدا ان انا ارسم خط خط، مش اي طبعا فرشه يعني هتطلع. انت شايفه ان الباودر افضل من الكريمي صح؟ الباودر اللي استخدام اليوم طبعا افضل بكتير. الجل مش كل البنات هتعرف تستخدمه، مش كل البنات هتعرف تستخدم الجل كل يوم. ما هنتكلم بقى للستات بقى البيوت، حتى ستات البيوت برضو الجل الحواجب احيانا بيبوظ منك. الباودر سهل، انا لو عملت كده بس هيطلع لون. لا احنا بنشكرك فعلا ان انت فدتينا بمعلومات كتير احنا ما نعرفش عنها، ويعني يعني شكرا للموديل انها اصلا يعني عملت الحاجات دي كلها، وبنشكرك انت اكتر عشان انت اديتينا معلومات مفيده ان احنا نعرف ان حاجات اكتر عن الميك اب وازاي الميك اب ارتست انت بداتي. وفي ناس كتير اكيد شغوفه في حته ان هي تبدا ميك اب وانها تعمله كمهنه مش كهوايه، فاحنا نحب نشكرك بقى في نهايه حلقتنا بالميك اب ارتست جميله اللي نورتنا في حلقتنا وفادتنا كتير، امنيه والموديل الجميله تعبناكم معانا، وان شاء الله تشرفونا في كل جديد، وشكرا.